مساء الخير على الجميع. النهاردة إن شاء الله هنستكمل كلامنا عن الثواليس أو أهم الثواليس الشهيرة في الديانة المصرية القديمة. كلامنا المرة اللي فاتت عن أشهر الثواليس زي ثالوث طيبة وثالوث منف، والثالوث طبعا إيزيس وأوزريس وحورس أشهر ثالوث في الديانة المصرية على الإطلاق. النهاردة هنتكلم على بعض الثواليس الأخرى التي نالت شهرة واسعة، وخاصة طبعا في الفترة اليونانية الرومانية. تعالوا كده نشوفهم مع بعض. من أشهر الثواليس اللي احنا اتكلمنا عنها أو هنتكلم عنها هي ثالوث منطقة أو مدينة دندرة القديمة. طبعا دندرة بيقع فيها معبد دندرة في محافظة العينة حاليا. ومنطقة دندرة أصلا كانت في اللغة المصرية القديمة كانت بتعرف باسم إيوانت. إيوانت معناها المدينة، أو في بعض النصوص الأخرى إيوانت تانترت، يعني مدينة الإلهة. نثرت تعود على مين؟ نثرت تعود على الإلهة حتحور، بما أنها كانت هي الإلهة الرئيسية أو المعبودة الأكثر شهرة في منطقة مدينة دندرة. بعد كده سمي هذا الاسم إيوانت أو إيوانت تا نثرت، تم تحريفه لتنتيرس، وبعد كده في بعد يعني تداولها من قبل العرب أصبحت تعرف المنطقة بمدينة دندرة. العضو الأول في هذا الثالوث، وعلى عكس عادة الثواليس المصرية اللي دايما كان العضو الأول فيها بيبقى إله ذكر، لكن هنا العضو الأول في ثالوث مدينة دندرة كانت الإلهة حتحور. طبعا الإلهة حتحور اسمها أساسا في النصوص المصرية القديمة هو حتحر، أي بيت الإله، ويقال أن بيت الإله دوت يشير إلى الإله حورس نتيجة الارتباط الشديد ما بين الإلهة حتحور وحورس في النصوص المصرية، حيث أن النيم دوت بيشير إليه أن هو في بعض النصوص ذكرته أن هو زوجها. طبعا الإلهة حتحور هي كانت إلهة الأمومة وإلهة السماء في بعض الأحيان، كانت إلهة حامية في بعض الأحيان، كانت إلهة محاربة، وخصوصا أثناء امتزاجها مع الإلهة المصرية سخمت، وطبعا احنا شفنا الموضوع دوت في أسطورة هلاك البشر. بالإضافة لكده فهي كانت إلهة الجمال وإلهة الموسيقى، دايما كانت بتمثل بأنها إلهة الموسيقى، وعلشان كده في بعض الأحيان كان الإله بس إله الموسيقى، ويعني كان بيظهر في بعض الأحيان مصاحب للإلهة حتحور. طبعا الإلهة حتحور امتزجت مع أشهر الآلهة المصرية وهي الإلهة إيزيس، بالإضافة للإلهة اليونانية أفروديت إلهة الجمال. طيب حتحور كانت بتصور إزاي؟ الحقيقة حتحور في بعض الأحيان كانت بتصور زي ما احنا شايفين هنا في شكل سيدة فوق رأسها قرص الشمس بين قرني بقرة، ودوت التاج دوت سمي بعد ذلك باسمها، يعني منسوب إليها باسم التاج الحتحوري. يعني لما أقول لك في النصوص التاج الحتحوري أو الحتحوري كراون، ده هو عبارة عن sun disk between two horns. التاج دوت طبعا نال شهرة كبيرة جدا واسعة جدا، بالإضافة إن هو استخدمته حتى الإلهة إيزيس وأصبح أهم وأحد وأشهر تيجانها. بالإضافة لهذا الشكل ظهرت الإلهة حتحور بشكل آخر وهو شكل البقرة الكاملة، ده تمثال موجود في المتحف المصري من أشهر التماثيل ولقيناه في منطقة الدير البحري. هنا بتظهر الإلهة حتحور في شكل بقرة كاملة باعتبارها هي كانت الإلهة اللي بينسب إليها الأمومة والطفولة والكلام دوت كله. طيب تعالوا نقول الكلام دوت بالإنجليش. So we have one of the most important triads in ancient Egypt, especially during the Greco-Roman period, which is the triad of Dandara. Dandara is a place which is now in Qena Governorate. It was called in the ancient Egyptian language as Iwinit, and Iwinit means the city. And in other texts, it was named Iwinit Ta-Nethret, the city of the goddess. Who is this goddess? Goddess Hathor, because goddess Hathor was the main goddess of this city. So what is the triad of Dandara, or the city of Dandara? We have three members. The first member is goddess Hathor, and goddess Hathor, she is the goddess of motherhood, goddess of music, magic, beauty. She was sometimes assimilated with the Egyptian goddess Sekhmet, and therefore she appeared in sometimes as a god of war, and she was sometimes called in the destruction of the mankind as Ayivra.
In other cases, she was also assimilated with goddess Isis and the Greek goddess Aphrodite. How was Hathor represented? We have two major shapes of goddess Hathor. The first shape is the human shape. We can see here Hathor in the human form with the sun disk between two horns. This is one of the major shapes of goddess Hathor. The other shape is in the form of a cow. She is here represented in the form of a cow with the sun disk and between the two horns of a cow. This crown, which is called the Hathor crown, became one of the significant crowns of goddess Hathor beside goddess Isis. She also wore the same crown. طيب ايه اهم الانساينا او الحاجات اللي مشهوره بيها الاله ايزيس؟ الحقيقه الاله ايزيس كانت في بعض الاحيان، بما انها كانت الهه للموسيقى، كانت بتستخدم حاجه اسمها السيستروم. السيستروم ديت عباره عن اداه موسيقيه اسمها الصلاصل الموسيقيه، ودي كانت بتستخدم اثناء الاحتفالات والاعياد المختلفه، وسميت في اللغه المصريه القديمه باسم ساشست. تمام. So one of the symbols of the major symbols of goddess Hathor, because of being goddess of music, she was represented holding a remarkable musical instrument. What is this instrument? It is the sashiset. The sashiset was a musical instrument specially used during the Hathoric festivals by the priestesses of Hathor during her festivals. ده كان بالنسبة للإلهة هاتحور. طيب والإلهة هاتحور، قبل برضو ما ننتقل لجزء تاني، الإلهة هاتحور كانت عبادتها الرئيسية موجودة في منطقة طيمة، تمام، بالإضافة لمنطقة ممفيس ومنطقة طبعا سينا. دايما منطقة سينا كانت يعني مشهورة إن هي مركز من مراكز عبادة الإلهة إيزيس، وكانت تلقب هناك بأن هي هاتحور سيدة الفيروز. هاتحر نبت مفقات، هاتحور سيدة الفيروز. So Hathor was worshipped in different places in Egypt, especially in Sinai where she was called Hathor Nebet Mifkat, which means the city or the mistress of the turquoise there. She was also specially worshipped in the Theban region and also in Memphis. As for the second member, العضو الثاني من ثالوث دندرة، هو حورس بحتتي، هو أحد أشكال الإله حورس، ودايما كان بيظهر على واجهات المعابد المصرية في شكل قرص الشمس المجنح. شايفين الشكل ده؟ ده أحد أشكال حورس بحتتي، وموجود في معبد كومومبو. تمام، شايفينه دايما بيظهر على الواجهات المعابد المصرية. طيب زي ما احنا قلنا، هو أحد أشكال الإله حورس، واسمه في النصوص المصرية حر بحتت. ايه هي بحتت؟ بحتت هي الاسم القديم لمنطقة مهمة جدا في مصر اسمها إدفو. إدفو كانت مسمى في اللغة المصرية القديمة بحتت، تمام، اللي هي فيها معبد إدفو. فإذا وده إشارة للمكان اللي ظهر فيه حورس بهذا الشكل. تمام، وهو كان مركز عبادته الرئيسية منطقة إدفو أو معبد إدفو تبع محافظة أسوان حاليا. والحقيقة ارتبط بهذا الإله أو هذا الشكل من أشكال حورس يعني أسطورة مهمة جدا، اللي هي أسطورة حورس بحتتي. تعالوا نحكي الحكاية. أن حورس كان أثناء طبقا لهذه الأسطورة التي كانت تسمى في بعض الأحيان بأسطورة قرص الشمس، يقال ان الاسطوره دي حصلت في مدينه ادفو، مدينه عباده الاله حورس. وبتقول الاسطوره ان راحور اختي كان موجود، وكان موجود على مركب في منطقه يعني شمال جنوب اسوان، منطقه النوبيه يعني، ومنطقه بلاد النوبه، وهجمته بعض التماسيح وفرس النهر. طبعا التماسيح وفرس النهر كانت عبارة عن حيوانات مقدسة ومكرسة للإله ست. يعني أول ما نقول فرس النهر وتماسيح، خلاص ده معناها إن هم دول الفولورز أوف الإله ست، أو اللي هم أتباع الإله ست. تمام، فهم هجموا المركب بتاعة الإله راحور أختي، أحد أشكال إيه حورس. فراحور أختي طلب النجدة أو طلب يعني مساعدة حورس بحتتي اللي كان بيعبد في منطقة إدفو، اللي كان ايه يعني المركب بتاعت راحور اختي حواليها او موجوده في المكان بتاعها. الحقيقه حورس بحتتي قدر ونجح ان هو خلال بعض المعارك مع هذه التماسيح وفرس النهر ان هو يقضي عليهم، وقدر يوصل لغايه منطقه النوبه كلها.
وهناك ظهر في شكل صقر، يعني ظهر الإله طبقا لهذه الأسطورة في شكل صقر. وفي منطقة النوبة حورس بتاع إدفو دوت ظهر أخيرا في شكل قرص الشمس المجنح، وقدر إن هو يهزم أعداء راحور أختي للمرة الأخيرة. بعد هذا الانتصار الكبير راحور أختي حب يعني يكرم حورس بحتتي اللي ظهر في شكل قرص الشمس المجنح، وبالتالي أعطى الأوامر للإله تحت إن هو يضع شكل قرص الشمس المجنح على واجهات المعابد المصرية كنوع من التكريم لهذا الإله. ودايما نقول إن هي sign of protection ل يعني حماية المعابد المصرية من أي شر أو من أي حاجة تقدر إيه تصيبهم. راحور أختي زي ما قلنا هو أحد أشكال الإله حورس ممتزجة مع الإله رع. خلاص رع حور أختي يعني حور رع في الأفق. خلاص، ودايما يعني احنا بس بنقول كده علشان الناس تبقى فاهمة معانا مين هو رع حور أختي. ورع حور أختي دايما بيصور في شكل رجل برأس صقر، وهو متوج بقرص الشمس فوق راسه. تمام. طيب أسطورة حورس بحتتي بنقدر نشوفها فين؟ انت كجايد بتشرحها فين؟ ايه المكان اللي انت مهم جدا ان انت تقف عندها وتشرح أسطورة حورس بحتتي؟ الحقيقة حورس بحتتي أسطورته مصورة. مصورة؟ أيوة مصورة. طب فين هي مصورة؟ على واجهات معبد مدينة إدفو، ومصورة في حتة اسمها الانكلوجر وول، يعني في الجدار المحيط أو السور المحيط بمعبد مدينة إدفو في الجزء الغربي منه. هنلاقي 16 منظر خلاص من الشمال للجنوب بيمثلوا أسطورة حورس بحتتي. تمام. وعلشان كده انت مهم جدا كجايد تبقى عارف ان أسطورة حورس بحتتي موجودة معاك على جدار معبد مدينة إدفو. خلاص، يبقى هنقول تاني الكلام ده بالانجلش، ان حورس بحتيتي is one of the forms of god Horus. He was usually represented as we see here in the form of a winged sun disk, and this shape is usually represented on the facades of the Egyptian temples. طب وهي حورس بحتتي، the ancient Egyptian name of this deity is Her Behtet or Horus, who belongs to Behtet. What is Behtet? Behtet is the ancient name of Edfu, which is in Aswan Governorate now, and after that it was called Edebu or Edfu by the Arabs. And it's one of the major important places for you as a guide to it to know. The shape of Horus Behtiti is mentioned in the mythology or a certain myth known as the myth of Horus Behtiti or the myth of the sun disk. This myth tells us that once upon a time, Rahur Akhti, one of the forms of god Rah, assimilated with Horus, he set sail on the Nile, and he was defeated or he was attacked by two animals, which are the hippopotamus and also the crocodiles. And these two animals were sacred animals of god Set, the evil god of Egypt. And Rahur Akhti, therefore, he asked the assistance of Horus Behtiti. Horus Behtiti could defeat these animals, and he reached as far as Nubia, where he appeared for the first time at the winged sun disk. Therefore, commemorating his victory. يعني إيه commemorating his victory؟ يعني تخليدا لنصره. Commemorating his victory, Horus Behtiti ordered god Hathhot, he was the god of wisdom in ancient Egypt, to place the shape of Horus Behtiti at the winged sun disk on the facades of the Egyptian temples in order to be at a sign of protection. ده بالنسبة للميثولوجي of حورس بحتتي. And we should also mention that Rahur Akhti is the shape of Rah assimilated with Horus. He was usually represented in the human form with a falcon head and the sun disk over his head. Where we can find the mythology of Horus Behtiti represented? In fact, the mythology of Horus Behtiti is represented in the western part of the enclosure wall. يعني إيه enclosure wall؟ يعني الجدار المحيط. Of the enclosure wall of Edfu Temple, 16 scenes running from the north to the south are representing the episode, the theatrical scene of Horus Behtiti.
and you should know this important piece of information for you as a tour guide. طيب ده بالنسبة the second member of the tribe of Dandara, Ta Netrit or Ta Senet Nefrit, Ta Netrit or Iwinet, the city of Dandara. ده برضو منظر أحد الأشكال. Ptolemy here, the eighth, is smiting a captive in front of Horus Behtiti, the sheep of Horus Behtiti was sometimes also represented in the form of a falcon headed man wearing her e, wearing the double crown of Upper and Lower Egypt. ده أحد برضو أشكال هورس بحتيتي، لكن يعني ما كانش مصور بشكل كتير كده، وكان أكتره بيصور بشكل قرص الشمس المولع، لكن في بعض المناظر ظهر بهذا الشكل. العضو الأخير في ثالوث دندرة اللي هو حورس إيحي. إذن حورس إيحي برضه هو أحد الفورمز، أحد أشكال الإله حورس. واخدين بالكوا إزاي إن حورس نفسه كان ليه كده شكل، مش شكل واحد، يعني الإله نفسه ممكن يكون ليه أكتر من شكل. هير وير حورس العظيم اللي دايما بياخد شكل الفالكون مثلا، هير إيحي وهير بقراط، هير باغيرد اللي هو حورس الطفل، وهير إيحي دايما بيبقوا شكلهم شكل طفل بخصلة كده جانبية ووضع الإصبع عند الفم مثلا، هير بحتتي اللي هو قرص الشمس المجنح، كل دي أشكال من أشكال حورس. تمام. فالعضو الثالث من ثالوث دندرة هو حورس إيحي. هير إيحي معناها the calf or the cistern player. في بعض الناس قالت معناها the calf اللي هو العجل الصغير، وفي ناس قالت الإيحي دوت معناها cistern player، عازف السيسترم. لأن الإله حورس واللي بيظهر هنا زي ما احنا شايفين كإله طفل خلاص بالخصلة الجانبية وضع الإصبع على الفم، في بعض الأحيان ظهر في النصوص وهو يعني مرتبط بالموسيقى ومرتبط بوالدته اللي هي الإلهة حتحور إلهة الموسيقى. تمام. دايما زي ما احنا قلنا بيظهر في شكل طفل عاري وبالخصلة الجانبية، ودي الأشكال اللي بتدل على الطفولة في مصر القديمة، يعني الخصلة الجانبية دي خلاص دايما بيصور بها الأطفال. دايما لما تلاقي الخصلة الجانبية بيصور الأطفال بيها أو الآلهة المرتبطة بالطفولة في مصر القديمة. تمام. ووضع الإصبع ناحية فمن دلالة على الطفولة. ده شكل الإله حورس إيحي. في بعض الأحيان الإله حورس دوت كان بيمسك حاجة كده مهمة اللي هي قلادة الميناط، خلاص قلادة كده مرتبطة بالإله حتحور. القلادة معناها زي يعني زي نكلس كده بتتحط حوالين الصدر زي سلسلة خلاص، ودي كانت قلادة كده خاصة بالإله حتحور. طيب حورس إيحي إيه وظيفته؟ الحقيقة حورس إيحي عبد في منطقة مهمة جدا، هي منطقة الجبلين على ضفاف نهر النيل، ودايما وصفته المصادر المختلفة بأنه هو مرتبط أو أنه هو المسؤول عن فيضان النيل، فهو كان أحد آلهة النيل في مصر القديمة، بالإضافة أنه هو بما أنه كان بيمسك السيسترم أو الساشست، فإذا هو كان إله للموسيقى، ودايما كان بيصور أنه هو بيدل على التجدد والشباب والحياة مرة أخرى. So the third member of the tribe of Dandara is Horus Ihi, one of the forms of God Horus. Hor Ihi was translated by some scholars to mean the calf. Her Ihi means the calf. Others say that he is the musician or the sistrum player, because he was sometimes represented shaking the sistrum. يعني إيه shaking the sistrum؟ يعني هو بيهز كده السيسترم بإيديه، accompanying his mother, goddess of music, was goddess Hathor. How was Horus Ihi depicted? He was usually depicted in the form of the child god, خلاص في شكل إله طفل, with a side lock beside his ear and placing his finger at his mouth and in the naked iconography بشكل عاري. And sometimes he is wearing the Minot necklace, the necklace, the famous necklace of goddess Hathor. What is the function of God Ihi? God Ihi was especially venerated. يعني إيه venerated؟ يعني عبد. He was especially venerated, عبد, for in a place called Gebelain, overlooking the Nile. And he was usually described to be the man who was responsible for the Nile.
or the flood. He was also described to be the musician, so he is a sistrum player, and he was sometimes depicted in the form of a child god placing his finger at his mouth or playing with a sashisit, and he was also the god of regeneration, التجدد والبعث والإعادة وإعادة الحياة والشباب مرة أخرى. كده احنا خلصنا الترايد اوف دندرة. طيب ترايد اوف ادفو، منطقة ادفو اللي هي في محافظة اسوان وبيقع فيها معبد ادفو الشهير، ان شاء الله هنتطرق له باذن الله لما تاخدوا المعابد. يعني علشان تبقى عارف، بتاع دندرة كانت هتحور هي العضو الاول في الثالوث، وهورس بحتيتي هو كان العضو الثاني في الثالوث، كان زوجها خلاص، وجابوا هورس ايحي كان العضو الثالث في الثالوث، ده بتاع دندرة. بتاع ادفو عكسنا ما بين العضو الاول والثاني، يعني بدل ما هتحور كانت العضو الرئيسي في دندرة، لا في ادفو هتبقى هي رقم اتنين، تمام، وهورس بحتيتي هو اللي هيبقى رقم واحد تاني. يبقى الترايد اوف دندرة هو هتحور هو العضو الاول، العضو الثاني حورس بحتتي، والعضو الثالث احد اشكال حورس اللي هو حورس ايحي. طيب في حورس ادفو، حورس ادفو هنعكس ما بين ال first and the second member of the triad. خلاص هنخلي حورس بحتتي في الاول. طب ليه دكتورة حورس بحتتي في الاول؟ هقول لك لان الاسطورة بتاعت حورس بحتتي قالت ان حورس بحتتي مركز عبادته الرئيسية منطقة ادفو، فبالمنطق هيبقى هو العضو الاول في الثالوث بتاع ادفو، وزوجته هتحور هتبقى العضو الثاني في الثالوث، هيبقى العضو الاخير ابنهم واحد تاني بقى، شكل تاني من اشكال حورس اللي هو مين بقى؟ حورس سيمتاوي. مش هنتكلم طبعا تاني عن هتحور، ومش هنتكلم تاني عن حورس بحتتي، خلاص احنا تطرقنا ليهم. هنشوف العضو الاخير في ثالوث ادفو هو مين. مين هو حورس سيمتاوي؟ الحقيقه حورس سيمتاوي في النصوص المصريه القديمه ما اسموش طبعا حورس سيمتاوي، اسمه حر سيمتاوي، اي حورس القابض على الارضين. سيما يعني القابض، تاوي هي تأنيث، هي المثنى بكلمه تا، تاوي أرضين، فهو حورس القابض على الأرضين، تمام؟ ودلالة على أنه هو حورس إله مصر العليا والسفلى. في كتير جدا من الأحيان كان بيصور هذا الإله في شكل رجل برأس برأس صقر. So حورس سيمتاوي is the third member of the triad of Edfu. He was usually depicted and his name in the ancient Egyptian language is Her Sematawi. What is the meaning of Her Sematawi? Horus, the god of the two lands. He was usually depicted in the form of a man with a falcon headed with a falcon head. ده كان شكل أول ترايد بتاع إدفو. خلاص يبقى احنا كده عرفنا ثالوث منطقة دندرة وثالوث منطقة إدفو. طيب تعالى كده نشوف ثالوث مدينة كومومبو، منطقة كومومبو أو معبد كومومبو. الحقيقة معبد كومومبو عندنا هو عبارة عن معبد يعني مختلف شوية. ليه؟ لأن المعبد الحقيقة كأنك عبارة عن معبدين مع بعض، تمام؟ أي معبد في الدنيا بيبقى له ثالوث، أوكي، زي ما احنا شفنا المعابد الموجودة عندنا زي معبد إدفو ومعبد دندرة. طيب معبد كومومبو إيه المختلف فيه؟ إن هو كأنه معبدين جنب بعض، نص المعبد مكرس للإله حورس والنص التاني مكرس للإله سوبك، تمام؟ فبما إن هو مكرس لمعبدين، حتى معماريا هتلاقي اتنين قدس أقداس داخلتين لصالة الأعمدة الأولى وهكذا، يعني كأنك معبدين بس جنب بعض. فبالتالي أنت بالمنطق هتلاقي كم ثالوث؟ هتلاقي ثالوثين، يعني كان في إله كم إله بيتعبد في هذا المعبد؟ ستة آلهة. خلاص تعالوا نشوف مع بعض أول ثالوث في معبد مدينة كومومبو. أول واحد اسمه حورس ذا جريت اللي هو حرور حورس العظيم، كانت مين زوجته؟ واحدة اسمها طاسنة نفرت، هي أحد أشكال الإله هتحور، وإله أخير كده ما كانش مشهور يعني قوي بس اسمه بانبتاوي، تمام؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض مين هم دول. ادي شكل الاله حورس ذكريت حرور، ده برضو احد اشكال الاله حورس. حرور معناها حورس العظيم، عشان كده دايما بنقول عليه حورس ذكريت. وحورس ذكريت دايما بيصور بشكل انسان برأس صقر ولابس الداول كراون اوف ابر اند لور ايجيبت.
حد هيقول لي طب خد يعني معلش دكتوره، ما هما في ناس كتير كده قوي، حورس كتير جدا بتصور بانسان براس صقر ولابس التاج المزدوج. احنا مرينا هنا على حورس ذا جريت، وشفنا ان حورس سيماتاوي برضو بيتصور في بعض الاحيان بهذا الشكل، حتى حورس اللي هو حربحتت اتصور في بعض الاحيان بهذا الشكل. الفيصل ايه؟ دايما اقول لك الفيصل دايما هي قراءه اسماء الالهه، يعني اسم الاله بيبقى موجود جنبه، ما ينفعش ان انت تعتمد على شكله فقط. ليه؟ لان في بعض الاحيان زي ما قلنا دايما ان في الديانه الالهه في كتير من الاحيان اشكالها بتبقى زي بعض، في كتير من اشكال حورس زي بعض، في بعض الاحيان ايزيس وهتحور لو شفتهم في مناظر ممكن تلاقيهم متطابقين. احنا عرفنا منين ان دي ايزيس او دي هتحور؟ ان ده مثلا حروير وان ده او حربحتت، من خلال قراءه اسمه. خلاص، علشان يعني ايه نبقى عارفين النقطه ديت كويس في الديانه. طيب حورس ذا جريت، حورس العظيم، كان اله النور والضوء، وكان يعتبر الاله حامي او مرتبط بارتباط شديد جدا بالملكيه، ويعتبر تصوير الملك على الارض، ودايما بيشار اليه ان هو الاله العادل، وعلشان كده ارتبط بالهه العداله في مصر القديمه الا وهي الالهه ماعت. في بعض الاحيان هذا الاله خد شكل او تتلقب من خلال اليونانيين او في الفتره اليونانيه الرومانيه باسم ايه، او اتعرف باسم هاروريس. يعني لما تلاقي في بعض الكتب كاتب لك هاروريس، ده الاسم اليوناني اكتر لكلمه حرور او حورس العظيم. خلاص، في بعض الاحيان النصوص المصريه القديمه سمته بكاموير. كاموير معناها ذا جريت بلاك وان، لان الصقر دايما عاده يعني في النصوص ذكر ان هو لونه اسود. طيب عبادته فين؟ يعني هو اتذكر بشكل كبير جدا عبادته في منطقة اسمها ناخن اللي هي هيراكنوبولس، حاليا هي منطقة كوم الأحمر اللي هي في فرشوت. خلاص، قرية كده، قرية فرشوط في محافظة إنا. تمام، so we have in the temple of Komombo. The temple of Komombo is a very remarkable temple. Why? Because it's like having two temples beside each other. And in every temple, a triad was worshipped. The triad, as we said before, consisted of how many members? Yes, three members. So how many members or how many gods were worshipped in the temple of Komombo? Six gods and goddesses or two triads were worshipped in the temple of Komombo. The first triad is the good triad representing the good powers, which is Herwer, Horus the Great, his wife Tasenet Nefret, and his son Panaptawi. Okay, Horus the Great, his name in the ancient Egyptian language was Herwer, meaning Horus the Great, and it was titled by the Greeks as Haruris. In some other cases or in some texts, he was called Kemwer, meaning the black one. Horus the Great was represented in the form of a man with a falcon head and wearing the double crown of Upper and Lower Egypt. By the way, the double crown of Upper and Lower Egypt was called A in the ancient Egyptian language. كان اسمه إيه في اللغة المصرية القديمة؟ التاج المزدوج. It was called سخمتي. ليه السخمتي؟ يعني إيه سخمتي؟ سخم معناه القوة، فسخمتي معناها المنتمي للقوتين. So the double crown of Upper and Lower Egypt was called in the ancient Egyptian language as Sekhemti, the one belonging to the two powers, the power of Upper and Lower Egypt. Okay, type Haruris was especially connected with the kingship in ancient Egypt, بالملكية. He was a divine patron, يعني a divine patron, الحامي الإلهي for the pharaoh. He was also the god of light, the god of truth. And therefore, he was especially connected with goddess Maat. He was specially venerated. تاني يعني إيه specially venerated؟ يعني كان بيعبد بشكل خاص جدا في منطقة إيه؟ in Nechen, Hierakonopolis, now Qom al-Ahmar, in Farshut, in Qana Governorate. ادي حورس اهو وراه زوجته، ده فعلى معبد، على الجدران معبد كومومبو على فكره. ادي حورس حروير، حورس العظيم، wearing the double crown of upper and lower Egypt, and he is followed by Tasenet Nefret. مين هي Tasenet Nefret؟ زي ما قلنا ان Tasenet Nefret, she was one of the forms of goddess Hathor, where the third member اهو Panaptawi. Panaptawi, Neptawi, he is the one of the forms of god Horus.
في ناس قالت ان اسمه the lord of the two lands referring to upper and lower Egypt. So here we can find Horus, Herwer, or Her the Great, is followed by the two members of his tribe, Tasenet-Nefret. Tasenet-Nefret was one of the forms of goddess Hathor, and Pa-Neptawi, their son. He was also one of the forms of god Horus, meaning Horus of the two lands. The second member, خلاص, Sobek, Hathor, and Khonsu. اوكي ده الثالوث الثاني في نفس المعبد معبد كومومبو. يبقى تاني اول ثالوث ايه؟ اول ثالوث عندي هيرور تاسنت نفرت بانبتاوي. الثالوث الثاني في كومومبو سوبك هاتحور خنسو. طيب احنا عارفين ان سوبك هو احد آلهة اللي هي قوة خيرة ولا قوة شريرة؟ بالظبط كده هو قوة شريرة لان هو دايما يعني كان رمز للشر. دايما بنقول ان الالهه المصريه المصري القديم عبد الاله اما جلبا للمنفعه او درءا للشر، يا اما كان بياخد منه منفعه معينه زي ما الالهه حتحور كانت رمزها البقره، فبالتالي هو شايف ان مخلوق البقره ده بيديله منتجات غذائيه وبيديله لحوم وبيديله البان وكده، فهو عبدها جلبا للمنفعه او درءا للشر زي في حاله سوبك. هو كان رمزه الرئيسي ايه؟ رمزه الرئيسي التمساح. طيب ماشي يا دكتورة، طب ليه سوبك هنا خد حتحور بما انها هي قوة خيرة وخنسو معاهم وهو اله قمر واكيد هي قوة خيرة؟ اقول لك ان في كتير من العلماء بتوع الديانة فسروها ان علشان نعمل معادلة، بمعنى ايه؟ نكسر شوية الشر بتاع الترايد ده، ما ينفعش ان الترايد كله يعبر عن قوة ايه؟ شريرة. فعشان كده سوبك اختار له الالهة حتحور كالهة خيرة وخنسو كالهة خير، عشان ما يبقاش الثلاثة اعضاء بيمثلوا قوة شر داخل المعبد. So second member، طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على سوبك وحتحور وخنسو بشكل كبير فمش هنتعرض لهم. The second triad of Komombo is Sobek. He is one of the evil powers of ancient Egypt. He was usually represented in the form of a man with a crocodile headed, the crocodile head, or the complete crocodile. In some other cases, he was represented in the form of a crocodile with a falcon head. He was especially worshipped in Fayum, Crocodile Palace, the city of crocodile. خلاص. And he was also worshipped in the temple of Komombo in Aswan. The second member is Hathor, and the third member is the god of the lunar god, الإله القمر الخير جدا اللي هو الإله خنسو. طيب عندنا معبد تاني أو منطقة تانية اللي هي منطقة الفانتين، خلاص، ودي تقع يعني أقصى جنوب مصر، وعبد فيها ثالوث لطيف جدا وظريف اللي هو ثالوث خنوم وساتس وأنوكس. الحقيقة احنا اتكلمنا قبل كده عن خنوم كإله خالق وقلنا ان هو الإله المتحكم للنيل وكده، وعلشان كده هو عبد في منطقة الفانتين لأن هي كانت منطقة طبعا مطلة على نهر النيل، ويقال ان هو كان بيتحكم هناك في جنادل النيل، وكان بيتحكم في فيضان النيل بشكل كبير. الثالوث بتاع الفانتين مهم جدا ليه او مختلف ليه؟ لان هو ثالوث فيه اتنين، يعني العضو الثاني فيه والعضو الثالث فيه goddesses، آلهات وليس آلهة. جرت العادة في معظم الثواليس المصرية ان العضو الثالث في الثالوث بيبقى جد، بيبقى إله وليس إلهة. فالترايد بتاع الفانتين كسر القاعدة شوية، قال لك لا، ده خنوم هو العضو الأول ومعاه اتنين آلهة او اتنين الهتين، تمام. فعلشان كده الترايد اوف الفانتين از ديفرنت، زي مثلا ما الترايد بتاع دندره مختلف ان راس الثالوث سيدة الهه وليس اله، تمام. So the triad of Infantine in Upper Egypt is very different or remarkable. Why? Because this triad consists of a male god who's got Khnum and two female goddesses. Okay, and it was usually found that the triads in ancient Egypt consists of a male god, a female goddesses as a consort, and the sun was usually a god, not a goddesses. So this triad is very different from any other triad in ancient Egypt. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على خنوم، مش هنتكلم عنه كتير يعني. هنشوف مين هي بقى ساتس وانوكس ديت. ادي ساتس، خلاص. ساتس اللي هي الحقيقة هي في اللغة المصرية القديمة كان اسمها ستي أو ستيت،
خلاص. او سات، سات معناها to shoot، ان هو يرمي او يسوه بالصح السهم قصدي. وفي بعض الاحيان يقول لك بيصب المياه او بيقذف السهم او بصب المياه، وده اشاره لانها كانت الهه مرتبطه بالمياه، واشاره ان هي برضو كانت الهه محاربه. في البدايه الالهه اساتس كانت من احد اشهر الحيوانات المرتبطه بيها، هي الهه نبويه على فكره، علشان كده دايما بتصور بالايه بلون داكن شويه في بشرتها. كانت بتصور او الحيوان المقدس ليها اكتر هي الغزاله الانتيلوب، وده مع في البدايات خالص. بعد كده في عصر الدوله الوسطى خدت ساتس شكل سيده خلاص، وبتلبس التاج الابيض لمصر. طب التاج الابيض، فاكرين التاج الابيض كان اسمه ايه؟ التاج الابيض في اللغه المصريه القديمه كان اسمه حجت، كان اسمه حجت، ده اللي هو الوايت كراون اوف ابر ايج. وبينها الانتيلوب هورنز، شايفينها ادي الهورنز اوف ان انتيلوب، خلاص دلاله على الساكريد انيمال للالهه ساتس. في بعض الاحيان الهورنز ديت استبدلناها بشكل لريشتين، ده احد الاشكال. وفي قليل من الاحيان كانت بتصور برضو بالتاج الاحمر لمصر، اللي هو كان اسمه ايه على فكرة؟ كان اسمه دشرت، تمام. ساتس في بعض الاحيان برضو لبست اللي هو هيدرس كده بتاع انثى العقاب اللي هو الفالتشر هيدس، ودي دايما لو انتوا فاكرين اتكلمنا عن الالهة موت قبل كده، الفالتشر هيدرس دوت كان مكرس للالهة موت، الالهة الامومة في مصر. في بعض الاحيان الالهة ساتس اتصورت بيه خلاص. طيب الإلهة ساتس هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن كانت الإلهة الحامية لمصادر النيل المختلفة والجنادل مصر والجندل الأول بالذات. ودايما في بعض الأحيان برضو وصفتها بعض النصوص إن هي الإلهة الحامية للحدود، صورت أو قصدي وصفت في أحد نصوص الأهرامات بأن هي الإلهة التي بتعطي أو بتمنح الملك المتوفى أربع يعني كؤوس من المياه الباردة في العالم الآخر لهذا الملك. طبعا الإلهة ساتس زي ما قلنا إن هي كانت تعبد بشكل كبير جدا في منطقة الفانتين، وكانت هي المتحكمة في الجندل الأول بالإضافة للإله خنوم هناك. وخلال عصر يونت أف الثاني في عصر الأسرة الحداشر، كل من ساتس وأنوكيس كل من ساتس وخنوم قصدي كان لهم معبد في منطقة الفانتين، وكان لهم هذا المعبد بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى معبد آخر تم بناؤه في عصر منتوحتب الثاني والثالث في الأسرة الاثناشر. إذن بدأت عبادة هذه الإلهة تظهر في الجزيرة بشكل كبير جدا في العصر الدولة الوسطى، تمام. ودوت بيدل او بيشير من الشواهد الاثريه المهمه جدا التي تشير لاهميه هذه الالهه في هذا المكان، بالاضافه لمعبد تاني في منطقه الفانتين بيرجع لعصر الدوله الحديثه، بيرجع لعصر تحتمس الثالث خلاص. هذا المعبد انتشر او استمر وجوده لغايه العصر اليوناني الروماني. والحقيقة المعبد دوت أو المعابد منطقة الفانتين بصفة عامة، المعابد بتاعتها سواء بتاعت عصر الدولة الحديثة أو بتاع العصر الدولة الوسطى تم تجديدهم، وتم يعني الاكتشافات الأثرية المؤخرة تم من خلال المعهد الألماني للآثار من القاهرة. تعالوا نشوف مع بعض كده المعابد اللي احنا بنتكلم عنها. ادي بقايا المعبد بتاع عصر الدولة الوسطى بتاع الفانتين، والبنية برضو المستمر استخدامه خلال العصر اليوناني الروماني، تمام. طيب يبقى نقول الكلام دوت بتاع ساتس مرة أخرى بالإنجليش. ساتس is the second member of the tribe of Hunum. She was called Sat or Sati meaning to shoot. خلاص to shooting an arrow or to to pour the water, referring to her role as the guardian of the borders, the southern borders of Egypt, حامية للحدود الجنوبية. Or she was also the goddess of the Nile. She was the goddess of the Nile and the first cataract beside side by side with her husband Khnum. Satis was originally a Nubian deity. She was represented in the form of a woman
and her sacred animal was the antelope. And therefore, she was depicted wearing the white crown of Upper Egypt, which is called Hijit, flanked by two horns of the antelope. In some cases, the two horns were replaced by, يعني إيه replaced by؟ يعني تم استبدالهم, replaced by two feathers. Also, she was sometimes depicted with the headdress of a vulture, اللي هو التاج بتاع رأس العقاب. And some other cases, she was depicted wearing the red crown of Lower Egypt, which is called a Dasheret. زي ما قلنا إن ساتس was the guardian of the borders and the guardian of the first cataract of the Nile. And she was especially worshipped in Elephantine. As we can see here, this is the temple of Satis on the island of Elephantine. The first temple was built during Unit F, the second of the 11th dynasty. Another one was dating back to the reign of Muntohatep the second and the third of the 12th dynasty. So two temples are built during the reign of the Middle Kingdom. A third one is erected by Thutmose the third of the 18th dynasty, اللي هو New Kingdom. The temple was يعني remained to the Greco-Roman period and it's now renovated. يعني renovated, تم يعني عمل تجديدات عليه by the German Institute of Archaeology in Cairo. طيب الإلهة العضو الثالث في ثالوث الفانتين هي الإلهة عنقت. طيب مين هي عنقت؟ عنقت الحقيقة هي إلهة برضو نوبية, دايما بتصور إن هي نفس تقريبا الوظائف بتاعت ساتس, إن هي كانت إلهة حامية لمياه النيل وإلهة حامية لحدود مصر الجنوبية, ودايما كانت بتصور وهو فوق رأسها مجموعة من الريش, bundle of feathers. يعني ايه bundle of feathers؟ يعني مجموعة من الريش فوق راسها. خلاص, ودايما كان يقال عليها ان عنقت mistress of Elephantine, يعني هي سيدة منطقة الفانتين. بالاضافة لكده ان هي ظهرت في كتير جدا من المعابد النوبية, منطقة قصر الوالي, قصر ابريم, سمنة, كومة, بوهين, كل المعابد, يعني معظم المعابد النوبية ظهر فيها انوكيس. خلاص. So Anunkis was the divinity of the thousand borders of Egypt and also the first cataract. She was also so she was representing to be the Nile god and the goddess of or the guardian of the borders. Some believe that she is the second, that she's the daughter of both Khonum and Satis. في بعض الناس تقول لك هي الطفلة يعني بنت ساتس وأنوكس وخنوم. Others say that she is the second wife of Khonum and Anunkis. She was represented in the form of a woman, خلاص, having a Nubian origin, and holding the bundle of feathers or wearing the bundle of feathers over her head. طيب آخر ثالوث عندنا هو الثالوث السكندري اللي هو سرابيس, إيزيس وحربقراط. طيب احنا اتكلمنا اعتقد كده عن قبل كده عن سرابيس, بس هنرجع نتكلم تاني ليه ظهر الثالوث السكندري. ببساطه شديده جدا خلال عصر بطليموس الاول, اراد ان هو شجع عدد كبير جدا من اليونانيين ان هم يجوا مصر ويقعدوا في مصر, ولقى ان في اختلاف في الثقافه, اختلاف في الديانه ما بين المصريين واليونانيين. ايه الاختلاف اللي ما بينهم؟ المصريين دايما كانوا او بيحبوا يتعبدوا لالهه على شكل حيواني, على عكس اليونانيين اللي ما كانوش ميالين قوي للشكل الحيواني للآلهة. فهو كان عايز يعمل ايه؟ كان عايز يعمل ثالوث يرضي الطرفين, يرضي طبقة او جنسية الحاكم الا وهم الاغريق, ويرضي المصريين, مش حبا في المصريين لكن هم بيمثلوا الاغلبية السكانية, اغلب الناس مصريين. فبالتالي هو عايز يسترضي الطرفين او يوحدهم, يعمل وحدة دينية تؤيد وحدته السياسية. طيب هو لو اختار اله مصري مشهور زي مثلا إله أوزوريس, اليونانيين هيقول لك اشمعنى, ولو العكس اختار إله يوناني مشهور جدا زي مثلا زيوس, المصريين هيقول لك اشمعنى, يعني ما اخترتوش إله مصري ليه. فهو حاول بطليموس ان هو يعني اجتمع يقال بالكهنة وبدأ يتكلم معاهم ان هو عايز يعني يختار إله, والكهنة منهم مثلا ثامسوس والإله ومانتون المصري قالوا له اختار إله مهم جدا, هو الإله وزير حب.
وزير حب اهو خلاص. وزير حب هو عبارة عن إله أخذ الشكل، يعني هو عبارة عن إلهين مع بعض. هو الإله أساسا حب اللي هو الإله أو العجل أبيس، ممتزج مع الإله أوزوريس، فكان اسمه في المصري القديم وزير حب. وزير حب هو كان إله بياخد شكل العجل، وظهر عبادته بشكل كبير جدا في منطقة منفس. منطقة منفس كانت معروفة إن هي مكان لتجمع اليونانيين حتى قبل دخول الإسكندر الأكبر، فبالتالي اليونانيين كانوا عارفين مين هو وزير حب أو العجل أبيس، كانوا يعني مش بيعبدوه بس متقبلينه إلى حد ما خلاص. واسمه وزير حب. أوكي طيب، هو اختاروا الإله ده وقال لك المصريين يعني بيتقبلوا طبعا هذا الإله بشكل كبير جدا. هو ظهر بشكل عجل أسود اللون، أو في بعض الأحيان إنسان برأس عجل زي الشكل ده، تمام. طيب اليونانيين عشان يتقبلوه الكهنة عملوا تغييرين، two modifications. أول حاجة تغيير في الشكل، من الشكل الحيواني ده للشكل إيه؟ للشكل اليوناني. أدي الشكل اليوناني بتاع سرابيس. طيب وعملوا إيه تاني؟ التغيير التاني إن هم عملوا تغيير في الاسم، من وزير حب راحوا شايلين ال W اللي في الأول، أصبحت سير حب. والح دي مش هينفع عن يونانيين اللي هم يعني خواجات يقولوها، فأصبحت سراب وكعادة اليونانيين بإضافة إي إس في معظم الآلهة المصرية أو كلمات الآلهة المصرية أصبح سرابس. فبالتالي أصبح هذا الإله هو الإله سرابيس، الذي دايما يصور في شكل رجل بلحية كثيفة وشعر مموج، بيرتدي الختن والهمتن خلاص، ملابس يونانية كاملة، وفوق راسه حاجة اسمها سلة الأماني الكلاثوس. والكلاثوس في ناس بتقول لك دي سلة يعني بتمثل خيرات مصر، أو إن هي بتوضع فيها مياه النيل وبتوضع فيها أدعية المتعبدين المختلفة وهكذا. طيب سرابس برضو كان إله لإيه؟ كان إله للخصوبة، كان إله مياه النيل، كان إيراكيلر جاد إله للتنبؤات، كان إله هيلينج جاد إله للشفاء وهكذا، تمام. اذا the Alexandrian triad. If we talked about the Alexandrian triad, we should mention why was the Alexandrian triad invented. In fact, Ptolemy the first encouraged. يعني encouraged يعني شجع. Encouraged many of the Greeks to come to settle in Egypt, to own agricultural lands. كان عندهم أراضي زراعية. To be soldiers in the Egyptian army. And he wanted to make a kind of religious unification, يعني وحدة دينية between the Greeks and the Egyptians, supporting his political unification. And therefore, he gathered the priests. They chose one of the Egyptian gods, but he was known and accepted by the Greeks, who was god Wizir Hep. Wizir Hep is the assimilation of Osiris and Apisbo. Wizir Hep was a god of fertility and the other world, and he was especially worshipped in Memphis. كان بيعبد بشكل كبير جدا في Memphis. He was usually depicted, as we can see here, in the form of Apis bull, a black bull, or in the form of a man with the head of a bull. In order to be more accepted, this got to be more accepted by the Greeks, the priests made two modifications. يعني إيه modification؟ يعني تغيير. Okay, modification in the name to be easier in pronunciation. From Wizir Hep to Wizirap to Sirap, and finally to Serapis. So he became Serapis, and after that, he made the second second modification in the shape of this deity, which is the shape of his iconography, the shape of يعني في الشكل بتاعه, in order to be more accepted, because the Greeks didn't prefer to worship their gods in an animal form. ما كانوش بيحبوا الشكل الحيواني للآلهة. So they changed the name to be easier in pronunciation, and changed the shape or the iconography of this god from the animal form to the human form. He was usually depicted in the form of a man with thick hair, locks of hair, thick beard, wearing the kalasos. The kalasos is it's a kind of a basket with the holding the sacred Nile water and the wishes of the prayers, wearing the Greek costumes, the chiton and the mehmeton.
Sometimes he was depicted with the dog beside his legs, which is Kerberos, the god of the other, or the god of the guardian of the other world. كان دايما بيبقى جنبه كده كلب معين هو حارس العالم الآخر. He was a god of oracles, التنبؤات. He was a god of healing, god of the Nile water, agriculture. And طبعا he was specially worshipped, مما لا شك يعني إنه he was specially worshipped في إيه؟ في Alexandria. خلاص he was worshipped in a very important temple which is called the Serapium. Yom is a place of worship, so Serapium is a place of worshiping Serapis in Alexandria, اللي هو بقايا معبد معبد السرابيوم اللي موجود بجانب عمود السواري في اسكندريه. طبعا العضو الثاني في ثالوث اسكندريه ايزيس. مش هنتكلم كتير عن ايزيس، احنا اتكلمنا عليها قبل كده. وعندنا العضو الاخير طبعا اله هنا ايزيس، هي شايفين هي مرتديه ايه، تاج الحتحوري. قلنا ان تاج الحتحوري اصلا كان بتاع حتحور، لكن يعني استلفته منها كده ايه الالهه ايزيس. وهنا بترضع احد اشكال حورس اللي هو حورس هيرباغيرت، حورس ذا تشايلد. حورس ذا تشايلد اهو هو احد اشكال الاله حورس، ودايما كان with the side lock او في شكل عاري في بعض الاحيان بالخصلة الجانبيه واضعا اصبعه على فمه. خلاص وهو كان إله للطفولة، إله the silence god، وكان في بعض الأحيان ممتزج مع الإله اليوناني أبولو. خلاص وكان إله شافي. طبعا هيرور ذكر، طبعا احنا اتكلمنا عن هيرور بشكل كبير جدا في الأسطورة بتاعت إيزيس وأوزوريس وحورس. Okay, so the second member, the third member of the triad of the Alexandrian triad is Herpagheret. Herpagheret is Horus the child. He was the main son of Osiris and Isis. He was born in the marshes of the delta. He was usually represented as a child god, كإله طفل, holding his or replacing his finger at his mouth to keep the secrets of his mother. علشان إيه يعني يحتفظ بأسرار والدته، لأن والدته هي اللي شافته لما ست خلع عينه في الأسطورة بتاعت إيزيس وأوزوريس. And others say that it's a representation of childhood، إن هو بيمثل أو بيعبر عن كونه إله للطفولة. خلاص ده أحد على فكرة التماثيل البرونزية الموجودة في المتحف القومي في اسكندرية، ده برضو تمثال للإله حربوقراط. ده تمثال اخر اللي حرب كرات، شايفين دايما بنقول رخصه الشعر الجانبيه دي دلاله على الطفوله، كل التماثيل اللي فيها اطفال بيبقى فيها دايما ايه خصه الشعر الايه الجانبيه. ده برضو تمثال بس بيغلب عليه التاثير اليوناني اكتر للاله حرب كرات. تمام بكده نكون خلصنا الجزء الثاني او المحاضره الثانيه للسواليس في مصر القديمه. دي بعض المراجع المستخدمه. ده اللي حابب يعني يقرا شويه في المواضيع اللي احنا اتكلمنا عنها. وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا.